بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد سيكشن 3 في مادة اوبريتنج سيستم. السيكشن النهارده بيتكلم عن الكوماند الخاصة، ازاي نتعامل مع الفايلز والدايركتوري، وازاي نكريت حاجة اسمها سيمبوليك لينك وهارد لينك، وهنتعرف على حاجة اسمها الوايلد كارد، بجانب ازاي هناخد شوية كوماند خاصة بالوركينج ويز كوماند، ونتعامل ازاي نجيب الدوكيومنتيشن بتاعتها والمانيوال الخاص بيها. بالنسبة للكوماند الخاصة بالفايلز والدايركتوري، هو عندنا كوماند سي بي اللي هو نعمل بيه كوبي، وام في عشان نعمل موف، وميك داير عشان نكاري الدايركتوري اللي خدناه المرة اللي فاتت، وهنشوف ايه اللي هنزوده عليه المرة دي، وكوماند ار ام عشان نعمل رمول للفايلز، و ال ان عشان نكاري حاجة اسمها هارد لينك وسمبوليك لينك. تعالوا نتعرف عن ناخد كوماند كوماند. اول حاجة ميك داير، لو عاوزين نكاري دايركتوري او فولدر نقول ميك داير مثلا فولدر. تعالوا نتاكد دلوقتي، عامل نتاكد ازاي نكتب ليست، هنلاقي في فعلا دايركتوري اسمه فولدر اتعمل. تعالوا نخش عليه نقول فولدر، او لو حبيت ارجع تاني بقول له ايه سي دي. طيب لو حبيت اكريت اكتر من دايركتوري، يعني ممكن اقول له اف واحد اف 2 اف 3، فكده هيعمل لي كرييت لي 3 دايركتوري، واحد اسمه اف 1 واف 2 واف 3. ادي بقى عندي دايركتوري اسمه اف 1 اف 2 اف اي 3. طيب تعال نشوف شويه اوبشنز هتفيدنا لما نيجي نستخدم الكوماند اللي اسمه ميك داير. اول اوبشن مثلا، فاكرين لما عملنا المره اللي فاتت حبيت اخش على، لو عندي مثلا يعني حبيت اقول ميك داير، واخش على الفولدر اسمه كي، واخش على الفولدر اللي جواه ام وبعدين ان. لو جيت عملت كده مش هينفع، لان مفيش فولدر اسمه كي. طبعا مش هينفع لان ما عنديش فولدر اسمه كي، فما اقدرش اخش على كي. الميك داير مش بيعمل لي كرييشن لباص كامل، هو عشان اعمل الحركه دي لازم اكريت كي الاول، وبعدين اخش على كي اكريت ام، وبعدين اخش على ام اكريت ان. مفيش طريقه كريتها مره واحده. عندي اوبشن اقول له ميك داير داش بي، واقول له كي سلاش ام سلاش اي ام. بي اختصار بيرنت، يعني كاني بقول لو الفولدر اللي انا عاوز اكريته ملهوش بيرنت اعمل له كرييشن. تعالوا نتاكد دلوقتي عمل في فولدر فعلا اسمه كي. تعالوا نخش على كده، ممكن نقول له بقى سي دي كي ام ان. ففعلا دلوقتي بقيت انا واقف جوه مين ان. نتاكد نقول له برنت وركينج دايركتوري، يقول لي انت واقف في هوم احمد كي ام ان. حبيت ارجع للهوم تاني اقول له سي دي. طب حبيت اعمل كلير للشاشه اقول له كوماند اسمه كلير. طيب نشوف تاني كوماند، تاني اوبشن الفي. الفي ده بيظهر لي انفورميشن اللي الكوماند بيعملها دلوقتي. يعني مثلا انا بكاري الدايركتوري، يعني لو حبيت اقول له مثلا ميك داير سالب في، مثلا اكاري دايركتوري اسمه ار، بيقول ار اوريدي اكزيست. تعالى مثلا نقول مثلا ان، بيقول لي هنا بقى الفي ظهرت لي ايه، بيقول لي ميك داير كرييتد دايركتوري اسمه ان. فدي لازمه الفي، بيظهر لي انفورميشن او زي لوج عن اللي بيعمله الكوماند دلوقتي، او الحاجه اللي نفذها الكوماند. تالت اوبشن اللي هو ميك داير سالب سالب اتش، ده بيظهر لي حاجه اسمها الهيلب. يبقى احنا خدنا بي وفي واتش. تعالوا نشوف الكوماند اللي بعده. الكوماند اللي بعده اللي هو خاص بنا ازاي نعمل كوبي الفايلز والدايركتوري. تعالوا نعمل كلير للشاشه مثلا. لو انا تعالوا نشوف ايه الفايلز اللي عندي. عندي مثلا تعالوا نكريت فايل، كريتنا فايل مثلا، تعالوا نعمل فايل اسمه نانو اي دوت تكست، واكتب جواه مثلا سيكشن او اس اف سي اي اتش، واقول له كنترول اس كنترول اكس. كده خرجت. تعالى نتاكد الفايل اتعمل. في عندي فايل اسمه اي دوت تكست. تعالى عاوز اعمل كوبي للفايل ده، اقول له سي بي اي دوت تكست مثلا، عاوز انقله في الباص في الفولدر اللي اسمه كي. فتعالى نخش على كي واعمل ليست. هيقول لي فعلا عمل لي كوبي للفايل اللي اسمه اي دوت تكست. ده كوماند اسمه ايه؟ كوماند كوبي. برضو انا اقدر اعمل
برضه انا اقدر اعمل اكتر من كوبي لكذا فايل. تعالوا نكريت كذا فايل نانو مثلا بي دوت تكست، واكتب جواه كنترول اس كنترول. تعالوا نعمل مثلا نانو سي دوت تكست فبقى عندي فايل A و C و B. تعالوا حبيت أعمل كوبي ل A دوت تكست B دوت تكست C دوت تكست وعاوز أنقلهم مثلا في الفولدر اللي اسمه إيه. فتعالوا نخش على إيه C D E ونعمل ليست، هنلاقي عمل إيه، عمل كوبي لكل الفايلز في الفولدر اللي اسمه إيه. طيب تعالوا بقى الفولدر اللي اسمه إيه ده، عاوز انقل الفولدر اللي اسمه ايه كوبي الفولدر اللي اسمه ايه للفولدر اللي اسمه كي. هيقول لي ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان ايه جواه فايلز اوريدي، فانت ما تقدرش تعمل كوبي الفولدر جواه دايركتوري تانية او فايلز تانية. عشان تقدر تنفذ عشان تقدر تعمل كوبي الفولدر جواه كونتنت تانيين بنقول له سالب ار اي كي. ايه ده اللي هو الفولدر انا عاوز انقله، وعاوز انقله في الفولدر كي. ار اختصار ريكيرزيف، ريكيرزيف يعني جاي اللي جوه الفولدر جواه كذا حاجه. فبالفعل الكوماند اشتغل عادي. فتعالوا نخش على الفولدر اسمه كي ونقول له ليست، هنلاقي فعلا نقل الفولدر اللي اسمه اي. عندي برضو طريقه تانية اللي اقدر انفذ بيها الاوبشن ده، اللي هو بدل سالب ار بقول له كوبي سالب اي واقول اي مثلا وانقله مثلا في اي. تعالوا نشوف ايه الفولدرز اللي عندنا، نرجع تاني قول له ليست. تعالوا ننقل اي مثلا جوه الفولدر اسمه ايه، نقول له سي بي سالب اي اي في الفولدر اللي اسمه ايه. تعالوا نخش على اي ونقول له ليست، وهنلاقي فعلا نقل الفولدر اللي اسمه ايه. تعالوا نتاكد عشان نتاكد اللي هو فعلا، هنلاقي فعلا هو نفس الفولدر اللي احنا كنا عاملينه من 100 ايه من شويه. فاحنا خدنا اي وار، فاضل بقى ونفس القصه هيبقى فيه كوماند في، فاضل بس اي واي ويو. يا ترى الاوبشن اللي اسمه اي ده بيعمل ايه؟ بيقول لي ده اختصار حاجه اسمها انتر اكتف، بحيث لو انت جيت تعمل كوبي للملف والملف ده موجود قبل كده، فانت بتقول لليوزر بتطلع له رساله لو سمحت انت عاوز تعمل كوبي ولا لا، عاوز تعمل اوفر رايت ولا لا. طب ما تيجي نشوف. تعالوا نرجع تاني سي دي ونعمل ليست، وتعالوا نعمل سي دي اي ده، تعالوا نشوف جواه ايه. ليست جواه مثلا فايل اسمه اي دوت تكست، تمام. فهاجي اقول له كوبي لملف اللي اسمه ايه دوت تكست، وعاوز انقله للهوم. يا ترى الهوم كنت هكتب ايه؟ يا اما اكتب هوم احمد، او ممكن اكتب بدلها ايه، مظبوط اكتب اختصارها اللي هي كلمه ايه تلدا. فكده هو عمل لي كوبي للملف، بس ما قال لي خلي بالك افرض كان الملف ده موجود وانت مش عاوز تعمله اوفر رايت، فعاوز تقول له قبليها لو سمحت عشان تتاكد ان هو لو موجود تطلع سالب اه. فهيقول لك خلي بالك ان احمد ده موجود اوريدي، فعاوز تعمل له اوفر رايت. لو يس yes هتقول له يس yes اللي هي حرف الواي، او نو تقول له ان. فانا هقول له لا انا مش عاوز اعمل له اوفر رايت. فكده هيبقى ايه الدنيا تمام. يبقى اي الاوبشن سالب اي لازمته ايه، بيطلع لي الرساله دي واللي انت عاوز تعمل اوفر رايت ولا لا. برضه نفس القصه لو حبيت اعمل كوبي وحطيت هنا سالب في، قلنا سالب في بتعمل ايه؟ بيطلع لي انفورميشن الكوماند هو عمل ايه. فاول حاجه هينفذ الاوبشن اللي اسمه اي، فبيقول لي انت عاوز تنقل الملف، هقول له اي عاوز انقله. فهيقول لي ايه بقى؟ ففي بينها بتطلع لي تقول له خلي بالك انا نقلت الملف اللي اسمه اي دوت تكست، نقلته للباص ده. يبقى اي بتقول لي انت عاوز تعمل كوبي ولا لا، عاوز تعمل اوفر رايت ولا لا، وفي بتطلع لي انفورميشن عن الايه، عن الاوبريشن اللي اتنفذت. طب تعالوا نجرب، لو دخلت نو هيطبع لي ايه؟ مش هيطبع لي حاجه، لان هو ما نفذش ايه، ما نفذش حاجه، ما عملش كوبي لحاجه، تمام. جميل جدا. فاضل اوبشن واحد اللي هو اسمه سالب يو او داش يو، اللي هو بيعمل ابديت. لو انت عندك دايركتوري وهتنقل ملفات كتير، مثلا عندك 100000 فايلز وعاوز تنقلهم دايركتوري تاني، وانت عارف الدايركتوري التاني على الاقل فيه 10000 موجودين اوريدي موجودين، فانت محتاج بس تنقل 90000. فانت بتعمل فانت تعمل الحركه دي ازاي؟ انت عاوز بس تنقل الملفات اللي مش موجوده في الباص التاني او في الديستنيشن.
فنعملها ازاي؟ بنعملها بالاوبشن اسمه سالب يو. تعالوا نشوف كده، تعالوا نعمل نزود مثلا ملف، نرجع نعمل ليست، فهنا فيها ايه؟ تكست، بي تكست، سي تكست. تعالى نرجع للهوم وتعالوا نكريت ملف تاني مثلا نقول له نانو دي دوت تكست. ونكريت مثلا ملف تاني اي دوت تكست. فكده بقى عندي ملفات التكست A تكست B و D و C و E. لو فاكرين المرة اللي فاتت قلنا، أو كمان شوية هناخدها كمان في آخر السكشن، حاجة اسمها الوايلد كارد. لو أنا عاوز أقول له ليست مثلا لكل الملفات اللي امتدادها علامة الأسترك دي معناها إني كاركتر، بقول له اعمل لي ليست لأي فايل بأي اسم مهما كان، المهم يبقى آخره دوت دوت تكست، فهيطلع لي كل الملفات دي. فافرض مثلا عاوز اعمل كوبي لكل الملفات اي دوت تكست للفولدر اللي اسمه اي. انا اريد انا عارف في الاي في شويه ملفات دوت تكست، بس انا مش عاوز انقل كل الملفات، انا عاوز انقل بس الملفات اللي ايه، عاوز انقل بس الملفات اللي مش موجوده في اي. فهنا بقول له سالب يو، بقول له اعمل ابديت بس انقل الملفات اللي مش موجوده، اللي مش موجوده في اي. وعشان اتاكد اكتر فاقول له هنا سالب في، سالي في قلنا بتعمل لي ايه؟ بتطبع لي انفورميشن عن الكوماند اللي اتنفذت. فانا بيقول لي خلي بالك انا طبق وديت في ايه، بعت اي دوت تكست، دي دوت تكست، اي دوت تكست، لكن اوريدي ايه كان فيها بي وسي، فعشان كده ما عملهاش ايه كوبي. تمام يا شباب. سالي بيو ايه لازمته؟ بيعمل ابديت، بينعمل بس الكوبي للملفات اللي مش موجوده في السورس. برضه في طريقة تانية، لو عاوز تنقل كل الفايلز من دايركتوري لدايركتوري تاني هتعملها ازاي؟ تعالوا نشوف. مثلا عاوز انقل كل الكوبي، انقل كل الملفات اللي موجودة في، مثلا تعالوا نشوف اللي موجودة في الاي. هنا بقول له انقل كل الملفات اللي موجودة في الاي، انقلها مثلا للفولدر اللي اسمه كي. هنا بصوا يا شباب الكوماند ما اشتغلش ليه؟ لان كده جوه الاي فيها دايركتوري، فانت ما تقدرش تنفذ الكوماند ده غير لو كان بس جواه فايلز. فتعالوا نشوف فولدر يكون جواه فايلز بس، وده اللي ننفذ فيه ايه، نجرب عليه الكوماند ده. لكن لو كنت عاوز انقل بقى كل الكونتنت بتاعت الفايل كنت هروح كاتب له ايه هنا؟ سالب ار. لو فاكرين تعالى مثلا نعمل نخش سي دي اف 3 وليست ما جواش حاجة، نرجع نعمل كوبي مثلا، كوبي لكل الملفات دوت تكست، انقلها ل اف اي اف 3. فكده اف 3 بس جواه ملفات بس. تعال اعمل بقى كوبي لكل الملفات اللي جوه اف 3، انقلها لي لمين؟ للكي. فهنا القمات تنفذ. اشمعنى هنا تنفذ اشتغل؟ عشان اف 3 جواها فايلز بس مش دايركتوري. لو كان جواها دايركت ما كانش ينفع انفذ معاه الكوماند ده، كان لازم اكتب ايه؟ سالب ار. يعني الكوماند التاني ده هنا كان المفروض اكتب سالب ار عشان ينفذ لي الايه الكوماند. ليه؟ عشان جوه ايه مش فايل بس، جواها كمان دايركت. تالت كوماند هناخده كوماند اسمه موف، اللي هو ازاي اعمل موف او اعمل كات. يعني move هنا هي نفس القط الموجودة فين؟ في الويندوز. ونشوف الأوبشنز بتاعته، هي نفس الأوبشنز خلي بالكوا، هي الـ I interactive والـ U والـ V. فتعالوا ناخد عليها مثال clear ونعمل list. تعالوا مثلا هعمل move للملف اللي اسمه a.txt في الفولدر اللي اسمه f2. فتعالوا نعمل بقى list كده تاني للهوم، هلاقي مش عن ملف ايه دوت تكست مبقاش موجود. فتعالوا نخش على F2 واعمل ليست، فهلاقي ايه تكست بقى موجود فين؟ في F2. تمام. نفس الاوبشنز اللي كانت موجودة هناك، مثلا اللي هي مثلا عاوز اعمل سالب i، بقول له
اعمل لي هنا انقل ملف بي دوت تكست هناك. بس هنا هيقول لي سوري يا جماعه، لان اف 2 ما فيهاش، انا واقف دلوقتي في اف 2، فدي ملحوظه كويسه جدا. خلي بالك لو انت هتيجي تعمل موف او قابل الملف لازم تبقى واقف في المكان اللي هو موجود فيه. واقف فين؟ في المكان اللي موجود فيه. فهرجع هنا السي دي واقول له ايه، نفس الكوماند. طبعا هنا ما طلعليش رساله. ليه ما طلعليش رساله؟ لان اوريدي اف 2 ما فيهاش بي دوت تكست، فمش هيطلع لي رساله يقول لي انت عاوز تعمل اوفر رايت ولا لا. فتعالوا، فهنعمل هنا ليست، هنلاقي ان بي تكست خلاص ايه مش موجوده. تعالوا نعمل ملف تاني اسمه بي دوت تكست واكتب جواه اي حاجه، كنترول اس، وتعالوا نعمل ليست. فبقى عندي ملف بي دوت تكست. تعالى بقى ننفذ نفس الكوماند اللي انا كاتبه من شويه. بص هنا راح ايه اللي حصل، طلع لي الرساله. ليه بقى طلع لي الرساله؟ لان هناك في اف 2 اوريدي موجود في ايه، ملف اسمه بي دوت تكست، بيقول انت عاوز تعمله اوفر رايت ولا لا. فانا اقول له مش عاوز اعمله اوفر رايت. وخدنا برضو، وعشان برضو ممكن تكتب هنا سالف في عشان يطلع لك انفورميشن عن الكوماند اللي انت بتنفذه. فاقول له انا عاوز اعمل اوفر رايت. فنروح بص راح كتب لي ايه، خلي بالك انت عملت موف بي تكست نقلته لمين، لاف 2 بي دوت تكست. كده فاضل الاوبشن اللي هو سالي فيو. هنا بيقول لي when moving file from one directory to another only move files that either don't exist اللي هي مش موجوده or newer than the existing corresponding files in the destination directory. يعني بيقول لي لو حتى ممكن يبقى الفايل اوريدي موجود، يعني هنا في بي دوت تكست وهناك بي دوت تكست، بس بي دوت تكست في السورس احدث من اللي هناك، ففي الحاله دي هيعمل له موف. لكن لو الاثنين ليهم نفس الكرييشن ديت، يعني الاثنين اتكريتوا في نفس الوقت، يعني ما حصلش تغيير فيهم، ما حصلش فيهم ابديت، مش هينقلوا. فتعالوا تعالوا نشوف نجرب يو. تعالوا نعمل هنا ليست لكل الملفات اللي دوت تكست، وتعالوا نخش اس دي في اف 2 ونعمل ليست لكل الملفات اللي فيه ونقارن نشوف ايه اللي هيتنقل من هنا لهنا. فنقول له موف سالي بيو سالي في، انقل الحاجة كل الملفات اللي دوت تكست انقلها لمين؟ ل F2. تعالوا نشوف نقل مين؟ نقل A و B و C و N و V. هنلاحظ اللي هو نقل B اللي هنا بالرغم اللي هي موجودة هنا، بس أكيد في سبب. تعالوا نشوف ايه السبب. L S سالب L. فتعالوا نشوف ملف للاسف هو خلاص كده اتمسح. فهو طالما نقل بي دي ده كان بي قديم، ملف قديم، لكن بي دوت تكس ده كان ملف انا لسه عامله، فيعتبر ملف حديث، فعشان كده هو ايه نقله برضه. الموف بتنقل الملفات من مع الاوبشن سالي بيو، بتنقل الملفات من السورس للديستنيشن وهي اوريدي موجوده هناك ما بتنقلهاش، بس لو كانت فيرجن جديده منها، الملف الجديد اتعمل له تحديث او ابديت، ففي الحالة دي بيتنقلوا للإيه؟ للديستنيشن. تعالوا نجرب حاجة كده، مثلا نخش هنا نعمل ليست، نعمل كوبي الملف إيه دوت تكست للهوم، وأعمل ليست سالب ال ده كايت هنا إيه دوت تكست 16 6 39 سيدي. بصوا هنا بقى، ده 16 37 وده 16 42 الوقت الكريشن تايم بتاعه. فلو جيت طبقته قلت له موف سالب يو سالب في لكل الملفات الدوت تكست موجودة في الهوم انقلها لي ال F2، في الحالة دي هيروح ناقل لي A دوت تكست. ليه هينقله لي؟ لأن بالرغم إن الاتنين نفس ليهم نفس الاسم، بس ده هنا كاريت 16 37 وده كاريت 16 42، ف 16 42 يعتبر ده أحدث فيرجن جديدة منه، فعشان كده بيعمل لها أوفر رايت. لكن لو الاتنين كان ليهم نفس الكريشن تايم أو الديتا الوقت اللي اتكريتوا فيه، ففي الحالة دي مش هينقله. تمام؟ جميل جدا الكلام ده. برضو من الحاجات اللي ممكن استخدم فيها move
او كوماند ان في ان انا اعمل رينيم للفايل. طب اعمل رينيم للفايل ازاي؟ ان انا اعمله موف في نفس المكان بتاعه، يعني ايه دوت تكست ده الملف المفروض اعمله موف فين؟ لا انا مش هنقله في حاجه، انا هنقله في نفس المكان بس باسم جديد، هسميه مثلا نيو دوت تكست. فتعالوا نعمل ليست، كان عندي ايه دوت تكست بقى اسمه ايه؟ نيو دوت ايه دوت تكست. فانا لو عاوز اعمل رينيم بستخدم الكوماند اللي اسمه موف، يعني اموف للفايل في نفس الايه؟ في نفس المكان اللي هو فيه. طيب تعالوا نخش على حاجة تانية اللي هي حاجة اسمها السوفت لينك و أو السيمبوليك لينك والهارد لينك. إيه الفرق بين السيمبوليك لينك والهارد لينك؟ هي كل قصة السيمبوليك لينك هو اختصار للشورت كات. لو كنت في الويندوز كنت تقول كوبي أند شورت كات، عاوز تعمل شورت كات للملف، فده بنسميها في اللينكس بنسميها سيمبوليك لينك. والهارد لينك هو ده الديفولت بتاعنا اللي أنت بتعمل كوبي، كأنك بتعمل كوبي بالظبط. فتعالوا نشوف مثال. تعالى نعمل ليست كده، تعالوا نعمل ملف نسميه نانو. اه بالمناسبه انت ممكن تكريت اكتر من ملف تكست باستخدام نانو، يعني تعالوا نشوف مثلا هقول له اي دوت تكست، بي دوت تكست، سي دوت تكست، هكريت ثلاث ملفات مره واحده. هنا يقول انت عايز تكتب ايه، فهنا اقول له اي، وهنا اقول له بي مثلا، هنا اقول له سي. طبعا نعمل كده هتلاقيه كريت لي ثلاث ملفات في نفس الايه في نفس الوقت. فتعالوا مثلا عاوز تعالوا خش على فولدر اللي اسمه ايه واعمل ليست. ارجع تاني، تعالوا عاوز اعمل شورت كات للملف اللي اسمه سي دوت تكست مثلا، عاوز اعمله شورت كات في الفولدر اللي اسمه ايه. هنعمله ازاي؟ بقول له لينك سالب اس واسم الملف اللي انا عاوز اعمله شورت كات اي دوت تكست والباص اللي انا هعمله فيه اللي هو مين ايه. بس هنا ملاحظه لازم تكتب الباص كامل للملف اللي انت عاوز تعمل له ايه، تعمل له شورت كات. فهقول له هو موجود في تلدا اللي هو هوم احمد اي دوت تكست او سي بقى، تعالى عشان ما يحصلش لخبطه، الملف اللي اسمه سي دوت تكست عاوز انقله في الفولدر اللي اسمه ايه، وممكن تسميه بقى باسم جديد مثلا سميه ام دوت ام. خلي بالكوا احنا قلنا المره اللي فاتت ان لينكس ما فيهوش حاجه اسمها اكستنشن، ما فيش حاجه اسمها فايل اكستنشن، يعني لينكس ما فيش فرق عنده بين دوت تكست ودوت ام، كلهم مسميات لحاجه واحده. اللي بيفرق معاه البرنامج لما بيجي يفتح البروجرام او الفايل بيحدد ساعتها هو التايب بتاعه، بيحدد هو كان تكست باينري فايل ايمج، او حسب ما البرنامج هو اللي بيحدد مين الهيدر فايل بتاع الفايلز نفسه. تمام، لكن ما فيش حاجه اسمها اكستنشن في اللينكس. فتعالوا نخش على ام او على فولدر اللي اسمه ايه ونعمل ليست، هنلاقي فعلا بقى في فايل اسمه ام دوت ام، حتى ليه لون مختلف، ده معناه اللي هو شورت كات. يعني حتى لو دخلت هنا على الفولدر اللي اسمه ايه هلاقي فيه ملف بقى علامه الشورت كات اهو ام دوت ام، ودي عليها ميت الشورت كات. تعالوا حتى ممكن نفتحه نانو ام دوت ام، هنلاقي جواه سي 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 سي. طيب لو حبيت اغير فيه، يعني اكتب مثلا سيكشن وسيف، ده كده انا بغير في الشورت كات. خلي بالكم تعالوا هل يا ترى هيسمع في الاصل؟ تعالوا نفتح الاصل اللي هو كان اسمه سي دوت تكست، هنلاقي فعلا سمع فيه او اثر فيه. طيب تعالوا نمسح الملف بتاع، عشان تمسح ملف هنستخدم كوماند اسمه ريموف. فهمسح الملف اللي اسمه سي دوت تكست اللي هو الاصل، وتعالوا نخش على الاي ونعمل ليست. بصوا ايه اللي حصل، ام دوت ام بقى لونه احمر وعمل لي عليه هايلايت بالاسود، كده معناه ان الشورت كات موجود بس السورس بتاعه مش موجود. تمام، فهو ما بيمسحش الشورت كات، هو بس مش هيبقى فيه، هيبقى موجود الشورت كات بس ما فيش حاجه يشاور عليه، حتى لو انت فتحته هتلاقيه ملف ايه فاضي. تمام، ده الايه ده كده انت عملت شورت كات او بنسميها سيمبوليك لينك. عندي حاجه تانية اسمها الهارد لينك، يعني تعالوا مثلا اعمل هارد لينك للملف اللي اسمه بي دوت تكست جوه الفولدر اللي اسمه ايه. بعملها ازاي؟ هو نفس الكوماند بس مش بكتب سالب اس، بقول له ال ان
واكتب الباص بتاع الملف بتاعي كله بي دوت تكست، وهعمله في البي واسميه مثلا كي دوت كي. فتعالوا نخش على البي نعمل ليست، هنلاقي بقى عندي فايل اسمه كي دوت كي. خلي بالك ده فايل، ده بقى عادي، تعالوا نفتحه نانو كي دوت كي، هنلاقي مكتوب جواه بي. طب تعالى نغير فيه نشوف، لو غيرت فيه الأصل هيتغير. أكتب هنا مثلا كي كي كي، ونرجع نانو بي دوت تكست، هنلاقي إن الملف الأصلي بيت إيه بيتغير برضه. فده الفرق بينه وبين الكوبي العادي. في الكوبي العادي لما أنت تعمل كوبي لملف لمكان تاني، لو أنت غيرت في ده مش هيسمع في التاني، لكن الهارد لينك لو انت غيرت في الديستنيشن هيسمع في السورس فايل. يبقى السوفت لينك والهارد لينك مشتركين في حاجه، ان لو انت غيرت في فايل اللي انت عملته في الديستنيشن هيسمع في الاصل. بس تعالوا نشوف بقى لو مسحت الاصل، لو ريموف بي دوت تكست كان في السوفت لينك، خلاص كده يبقى الشورت كات راح ومفيش حاجه بيشاور عليه. تعالوا بقى نخش نانو، نخش على فولدر اسمه بي ونقول له نانو كي دوت كي، هل هيبقى الفولدر فاضي ولا هنلاقي فيه نفس الداتا؟ لا ده فيه نفس الداتا، فيه نفس الايه الداتا. يبقى هنا تاني السوفت لينك او الشورت كات، لو مسحت السورس خلاص كده الشورت كات ملوش لازمه، ما بيشاورش على حاجه. لكن في الهارد لينك لو مسحت السورس الداتا بتفضل موجوده في الايه في النسخه التانيه. وده الفرق بين الكوبي، لو انت عملت في كوماند اسمه كوماند اللي اسمه كوبي، اللي هو بتعمل كوبي لملف تنسخ ملف لمكان تاني، فده بيبقى منفصل عن ده. لكن في الهارد لينك الاثنين مرتبطين مع بعض باللينك، لو اثرت في اي غيرت في اي داتا بتاع اي واحد هيسمع في التاني. والهارد لينك برضو لو مسحت السورس اللي في الديستنيشن مش هيتاثر، هيفضل موجود زي ما هو. لكن في السيمبوليك لينك او الشورت كات، لو مسحت السورس الديستنيشن هيتغير او مش هيبقى موجود، مش هيشاور على ايه على حاجه. فهنا بيقول له هو سيمبوليك لينك، هو بوينتر على الاوريجينال ايه فايل، وده السيمبوليك لينك سميه سوفت لينك، هو زي الشورت كات. وطبعا بيبقى سايز الملف بيبقى اصغر من الاصلي، ولو انت مسحت الاصلي السوفت لينك هيكون ايه يوسلس، يعني ملوش لازمه لانه مشاورش على ايه على حاجه. لكن لو انت مسحت الشورت كات، طبعا لو مسحت ملف الشورت كات الاصل مش هيتاثر بايه اللينك بس ولا هيتمسح، لكن الاوريجينال فايل مش هيحصل له ايه، مش هيحصل له حاجه، السورس مش هيتاثر. الهارد لينك الطريقه الطبيعيه اللي لينكس بيكريت بيها الفايلز او اللينك بين الفايلز، بيقول لك لو انت كريت يعني فايل تاني في لينك بينه وبين السورس، كانك انت فتحت مدخل للملف ده من اتجاه تاني. تمام، يعني لو انت مثلا كان عندك فايلز موجود في باص طويل، وانت مش كل شويه عاوز تخش عليه عشان تعدل فيه ملف وورد، عاوز تخليه على طول على الديسك توب، واي تغيير هتعمله للفايل ده على طول بيسمع في الملف الاصلي. فلو انت كريت هارد لينك طبعا احسن، بحيث لو انت لا قدر الله مسحت الملف اللي على الديسك توب بالغلط، كده اوريدي السورس عندك ايه هيبقى موجود، وطبعا بيبقى ليهم نفس السايز. ده الكوماند اللي احنا لسه مستخدمينه شويه، اللي هو كوماند ريموف، اللي هو ازاي تمسح ملف. وهنلاحظ نفس الاوبشنز اللي موجوده في معظمهم، اللي هي الار الاي والار والفي، ما عدا مين الفي اللي هي الاي الفورس. طب تعالوا نكرر كده، تعالوا مثلا عاوز امسح الفايل اللي اسمه اي دوت تكست، فاقول له ريموف اول كوماند، اقول له سالب اي اي دوت تكست. هنا بيقول لي بقى هيطلع لي رساله، انت عاوز تمسح الملف ده ولا لا؟ فانا اقول له لا مش عاوز امسحه، فاقول له ان، فاتاكد هيقول لي فعلا ايه دوت تكست ايه موجود. طيب لو عاوز امسحه طب تعالوا نجرب نحط سالب في، سالب في قلنا ايه بيطلع لي انفورميشن عن الاوريشن اللي انا بنفذها، الاوريشن دي عملت ايه. فانا اقول له انا عاوز امسحه، اقول له يس، هيقول لي خلي بالك انت ريموفد الملف اللي اسمه ايه دوت تكست، او كنت على طول انت عاوز بقى تمسح على طول تقول له ريموف ايه دوت تكست. طيب تعالوا مثلا عاوز امسح الفولدر اللي اسمه ريموف، فولدر اللي اسمه سي مثلا، بيقول لك انت ما ينفعش تمسح الدايركتور اللي اسمه سي، فعشان تمسحه تقول له ريموف سالب ار اللي هي ريكيرزيف
وتقول له امسح سي، فهتلاقي تعمل ليست، فنلاقي فعلا الفولدر اللي اسمه سي اي اتمسح. طيب تعالوا، فاضل كده، فاضل الاوبشن اللي اسمه سالي اف. احيانا ومش عاوز الرساله تطلع لك يقول لك انت عاوز تمسح الملف ولا لا، انت عاوز تعمل ابديت، انت عاوز الاوبريشن تتنفذ على طول، عاوز تعمله فورس اللي هو يتمسح. فمثلا لو عاوز امسح الفولدر، امسح فولدر اللي اسمه فولدر ده، قلنا عشان يمسحه نقول له ريموف سالب ار فولدر، فانت عاوزه يمسحه. ولو كنت كتبت سالب اي كان ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي انت عاوز تعمل ريموف للدايره، فاقول له لا هو مش عاوز امسحه. طيب انت بقى مش عاوز الرساله دي تطلع له، انا عشان كده هنا سالب اي عشان اوضح لك. لكن لو انت مش عاوز الرساله دي تطلع لك، بتكتب سالب اف. سالب اف معناها فورس اللي انت على طول يس، نفذ الكوماند على طول من غير ما ايه، ما يطلع لك اي مسج. الكوماند بتاعك تنفذ على طول من غير ما يطلع لي يقول لي انت عاوز ريموف دايركتوري ولا لا. عمل فورس ايه؟ يبقى فورسد، بتنفذ الكوماند على طول، بتعمل فورس لتنفيذ الكوماند. برضو بالمناسبة انت ممكن تمسح اكتر من ملف في نفس الوقت، يعني ممكن عاوز امسح مثلا اف 2، عاوز امسح ان و ار، اقول له ريموف سالب ار و ان و اي و ار. وطبعا مش عاوز يطلع لي مسج اللي هو انت عاوز تمسح ولا لا، متأكد ان انت عاوز تمسح الملف ولا لا، فاقول له ايه، ممكن اقول له سالب اف كده، او ممكن اكتبها على طول اف كده. تمام. وبرضو لو كنت كتبت هنا اي ار وكتبت هنا مثلا فولدر اسمه بي، فهنا بصوا يعني انت كنت ممكن تكتب سالب اي سالب ار، او ممكن تكتب سالب اي ار على طول. فهنا هتقول له ريموف، عاوز تمسح اه عاوز امسحه، فيقول لي يس، هيمسح لي الايه الملف. فعندك كذا طريقة تكتب بيها الاوبشنز بتاعتك. تعال نخش بقى، الموضوع جميل جدا ولذيذ، وده يعتبر من الحاجات من مميزات ان انت تستخدم الكوماند لاين، اللي هي حاجة اسمها الوايلد كارد، او هناخدها في شابتر تاني بتوسع، حاجة اسمها الريجولر اكسبريشن مثلا. فهي في شوية، لو عندك شوية فايلات أو شوية فايلز أو دايركتوري ليها نفس الباترن وعاوز تمسحها أو تكريتها أو تعمل لها كوبي، فأنت عاوز تريبريزنت الباترن ده بشوية رموز. فإيه الرموز اللي عندنا؟ بنسميها وايلد كارد، اللي هو عندك علامة الأستريك، أستريك معناها ماتش أني كاركتر، علامة الكويتشن مارك بيقول ماتش أني سنجل كاركتر، بتماتش كاركتر واحد بس. دي كده بنسميها classes، اللي هي بين التو braces دي بنسميها classes. class اللي هي character not character، يعني match any character. وطبعا ال classes دي هنشوفها كمان شوية. بالنسبة لل classes اللي عندنا، character classes، عند أول حاجة النيوم، اختصار الفا نيوميريك character. الفا نيوميريك character يعني character اللي هي من A to Z والأرقام من 0 ل 9، يبقى ده بيربريزنت ال classes، الأرقام دي من A ل Z سواء كابيتال او سمول، والارقام من 0 ل 9. الفا بتريبريزنت بس الالفابيت الكاركتر فروم A تو Z سواء سمول او كابيتال. الديجيت بيريبريزنت الارقام اللي من 0 ل 9. اللور بيريبريزنت الايه، اللور كيس ليتر، والابر بيريبريزنت الابر كيس A ليترز. تعالوا نشوف بقى اكزامبل على الوايلد كارد اكزامبل، او اللي كنا بنسميها الريجولار اكسبريشن. تعال نشوف مثلا مثال هنا، لو جربت قلت له اعمل لي ليست لكل، هيعمل لي ليست لكل الملفات اللي موجودة عندي. تمام، بقول له اني اني ايه اللي هي كأنه بقول له ليست بالظبط. طب قلت له اعمل لي ليست بس الملفات اللي دوت تكست، فهيعمل له كل الملفات الاخيرها دوت ايه، دوت تكست. طب تعال اقول له انا عاوز اعمل ليست لكل الملفات اللي بتبتدي بحرف الاي وبعديها اي حاجة، يعني كل الملفات اللي اول كاركتر فيها ايه. تمام. طب لو عاوز اعمل ليست كل اي ملف بس يكون اخره مثلا حرف الجي، فيعمل لي كل الملفات اللي اخرها بغض النظر هي اولها ايه، لكن اخر حرف فيها هو مين، هو جي. تمام. طيب لو عاوز الملفات اللي دوت تكست بس اولها مثلا حرف البي،
يعني اعمل لي ليست الملفات اللي دوت بي يبقى بي دوت تكست، وبغض النظر فاعمل لي بس ايه الملفات اللي اول كاركتر فيها بي وبعديها اي حاجه واخرها دوت ايه دوت تكست، دي الايه الاستريك ماتش اني ايه كاركتر. تعال نكمل بقيه الاكزامبلز. يقول لي داتا بعديها 3 كوتشن مارك، كوتشن مارك قلنا كوتشن مارك يعني كاركتر واحد، يعني مثلا لو انا اقول له اعمل لي ليست لكل لاحمد ملف اللي اسمه احمد وبعديه كاركتر واحد دوت تكست، فيعمل لي احمد دوت ايه دوت تكست. طب لو قلت له احمد من كل الملفات اللي بعديها 3 كاركتر فهيطلع لي احمد بعد، سواء بقى كان كاركتر الفابيتيك او ارقام. تعال نكتب المثال هو كاتبه، الكتاب كاتبه، فيبقى هنا ايه طبعا بيقول لي داتا، لا داتا انت عاوز تعمل، مفيش كوماند اسمه داتا، انت يا اما تكتب ليست كوبي موف كريت وهكذا، فيطلع لي كل الملفات اللي بعديها 3 كاركتر، سواء كانت الكاركتر دي ارقام او ايه او ايه او الفابيتيك. يبقى الكويتشن مارك الواحده معناها ايه؟ معناها كاركتر ماتشنج الفابيتيك او نمبر. طيب مثلا لو انت كنت عاوز ارقام بس، فبقول له داتا اعمل لي، انا عاوز بس كلمه داتا وبعديها ارقام بس، بقول له ارقام 0 ل 9 0 ل 9 0 ل 9، بقول له اعمل لي ليست لكل الملفات اللي اسمها داتا او داتا، ويكون بعديها اول الثلاث ارقام الثلاث حروف اللي بعديها ثلاث ارقام، كل بوزيشن عباره عن رقم، لا اما من 0 لايه ل 9، فيطلع لي بس ايه داتا 123. تمام. طب لو كنت عاوزها كاركتر خلاص كنت ممكن تكتب، لو عاوز اطلع الكاركتر بس فاقول له هنا من A to Z من A to Z من A to Z سوري، فهيطلع لي ايه كل الايه لسه الفايل داتا وبعديها ايه 3 A 3 كاركتر. تمام. تعالوا نشوف في امثله تاني. هنا بيقول لي A B C، هنا لو حطيتها بين braces هيقول لي any file، كأنك بتعمل or، يا اما يبتدي ب A or B or C، اي ملف يبتدي ب A او B او A او C. تعالوا نجرب كده list لكل الملفات اللي بتبتدي ب A او B او C، هعمل لي ايه؟ طبعا هيجيب لي A و B، ما عنديش ملفات بال C. تعالوا نخليها دي مثلا list A B D استريك، طبعا هنا دي كده معناها اول كاركتر لاما A or B or D. طيب تعالوا نخليها كل الملفات مثلا اللي اخرها G او T، يبقى ليست، تعالوا نعمل كلير نقول له ليست لكل الملفات بغض النظر، بس انا عايز اخر كاركتر فيها لاما T or G، هطلع لكم الملفات اللي اخرها T or A or G. تمام. نعمل كلير نشوف المثال اللي بعديه. هنا بيقول لي دي احنا لسه عاملين واحده شبهها، بيقول لي لازم عملناها في داتا، بيقول لي هنا اعمل لي كل لسه الملفات الباك اب اللي دوت واخرها 3 ارقام. تعالوا نعمل كده، لازم يعني تبتدي بكلمه باك اب دوت وبعديها يكون أرقام من 0 ل 9 من 0 ل 9 من 0 ل 9، بيقول لي مش موجود. تعال نعمل ليست لكل الملفات اللي أولها بي سوري، تعال نعمل ليست الملفات اللي أولها بي كابيتال أهي. طب أنا عندي إيه كده مش كده، تعال ناخدها كده باك اب كوبي، أقول له أعمل لي ليست كل الملفات دوت يكون بعديها من 0 ل 9 من 0 ل 9 من 0 ل 9، فهنا طلع لي فعلا كل الملفات اللي اخرها دوت وبعديها 3 ارقام. تعال نشوف ايه تاني. هنا بقى دخلنا في الكلاسز، هنا بيقول لي لو انت كلاسز زي ما احنا اتعرفنا عندنا كلاس اللي هي لو عاوز كل الارقام الالفابيتيك الديجيت اللور، بس لازم تكتبها خلي بالك تكتبها بين ايه
جوه تو بريسس، جوه تو ايه بريسس. برضه قبل الحته دي كنت عايز اقول لكم على حاجه، بقول له مثلا ليست لكل الفايلز، انا هقول له هنا دونت، لو علامه الدونت ايه وبعديها اي حاجه، كل الملفات اللي مش بتبتدي بالايه، فهنا هيعمل لي ليست لكل الملفات. يبقى علامه النوت دي معناها بقول له ايه، اعمل لي ليست لكل الملفات اللي مش بتبتدي بالايه. تعالى لو قلت له كمان اعمل لي كل ليست الملفات اللي مش بتبتدي بالاي ولا بالبي، فيعمل لي ليست لكل الملفات اللي مش بتبتدي بالاي، بس خلي بالك هنا بي ايه، بي سمول، عاوز اكتبها بي كابيتال كمان، فاروح كاتب له كمان بي كابيتال. تعمل لي ليست لكل الملفات اللي مش بتبتدي لا بالاي ولا بالبي سمول ولا بالبي ايه، بالبي كابيتال. طيب تعالوا ناخد بقى، نخش على قصه الكلاسز، ناخد مثال عليها. هنا بيقول لي اعمل لي ليست، نعمل تعالوا نعمل ليست لكل الملفات اللي ايه تبتدي بابر كيس ليتر وايه واخرها ايه، ونكتب بعديها استريك. فانا اقول له هنا ادي قوسين، كمان ما تنساش النقطتين مهم جدا ابر. فكده بقول له انا عاوز اعمل ليست لكل الملفات اللي تبتدي بابر كيس ايه، ابر كيس ليتر. تمام. طيب ده لو هتكتب كلاس انك تكتبهم بين تو بريسز، يعني كلاس نفسه وبعدين جوه تو ايه بريس. طب لو قلت له هنا نوت، بقول له هنا ايه، اعمل لي ليست لاي فايل مش بيبتدي باي ايه، ابر كيس ايه، ابر كيس فلتر. تمام، علامه النوت والايه والكلاس. طب تعالوا نعمل العكس، هقول له اعمل لي ليست لكل الملفات او الكلاسز اللي هي بتنتهي ب ديجيت. انا عاوز اعمل ديجيت، تعالوا نعمل او ايه ديجيت، يبقى كل الكلاسز اللي اخرها رقم، اعمل لي كل قصدي فايلز اللي اخرها ايه رقم، هنا استريك اني اي كاركتر، المهم اخر حاجه يكون ايه، يكون ديجيت. ولو قلت له برده نوت، هيطلع لي ايه كل الملفات اللي ايه مش، هيطلع لي كل الملفات اللي مش اخرها ايه ديجيت. تعالوا برضه نشوف مثال بقى ندخلهم مع بعض. هنا بقى خلي بالك احنا قلنا تو بريسز معناها اور، فهنا بيقول لي عاوز اي ملف ending with lower case letter، يعني يكون اخره lower case letter او اخره واحد او اتنين او تلاته. فهنكتبها له ازاي؟ نقول له ليست، نقول له اعمل لي اني كاركتر ويكون جواها في كلاس هو خاص باللور كيس، وبعديها او بقى لو كتبت هنا واحد اتنين تلاتة هيقول لي ايه؟ اعمل لي ليست لكل الملفات اللي اخرها لور كيس ليتر، اخرها ليتر او اخرها رقم واحد اتنين ايه تلاتة. تمام؟ لكن لو كتبت العكس، يعني لو كتبت نفس ده بس كتبت بقى البريسز دي كتبتها هنا، فيطبع لي ايه؟ احمد 123. ده دي كده معناه ايه؟ ده كده معنى الكوماند ده، اطبع لي كل الملفات اللي اخرها lower case letter and اخرها 1 2 ايه 3، لان البريسز بقى ايه 1 2 3 بقت هي اخر حاجه، يبقى لازم يكون اخر 1 2 3 وقبليه lower case ايه lower case letter. برضه في حاجة عاوز أقولها لكم، زي ما نلاحظ هنلاقي مثلا هنا في زي سبيشال علامة الإيه البراكت ده، لو حبيت أقول له عاوز أعمل ليست لكل الملفات اللي فيها البراكت ده أعملها إزاي؟ أقول له إني كاركتر ويكون بعديها حرف السي، حرف البراكت قصدي، هيقول لي مش هيشتغل معايا، فأقول له كنترول دي، أرجع تاني للكوماند لاين بتاعتي. فهتقولها له إزاي؟ عشان البراكت ده سبيشال كاركتر، فأنا أقول له ليست يكون كده اللي هي علامة السبا اللي سلاش دي اسمها سكيب كاركتر، وأقول له أنا عاوز كل الملفات اللي فيها براكت، وأقولها له كمان إزاي بعديها أستريك، يبقى أستريك براكت أستريك أستريك، يعني بقول له أي ملف بيبتدي بأي بيبتدي بأي إيه بيبتدي بأي كاركتر ويكون جواها براكت، وبعديه وبعد البراكت بعديه أي حاجة، فهيطبع لي ايه كل الملفات اللي فيها ايه، فيها براكت. تمام.
طيب لو انا عاوز مثلا امسح كل الملفات اللي فيها اللي هي اسمها فيها كلمة كوبي، فيها كلمة ايه كوبي، انا اقول له ريموف استريك واقول له كوبي وبعديها استريك، فيمسح لي كل الملف. بس ممكن انا عاوز بقى كوبي بس ايه للصور مثلا، واقول له دوت جي بي جي، الملفات الكوبي بتاعت ملفات الجي بي جي بس، ده كده مسحت. تعالوا نعمل ليست، فمش هنلاقي اي ملفات دوت جي بي جي فيها كلمة اللي فيها كلمة ايه، فيها كلمة كوبي. تعالوا نشوف في امثلة تاني، ده برضو هنا نفس القصة اللي قلناها، لو استريك وبعديه اي رقم، وهنا قلنا الكويتشن مارك معناها only one character، والبريسز قلنا معناها رينج، يا اما بيعمل اور. ده كان الجزء الخاص بالايه، بالوايلد كارد، وده مهم جدا 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 زي ما شايفين، سهل الدنيا. برضه عشان اوريكم حاجه هناخدها قدام في الريجولار اكسبريشن، هتوريكم ازاي الريجولار اكسبريشن سهل لنا الدنيا. يعني مثال بسيط، مثلا عاوز اعمل دايركتوري ميك داير للحروف كلها من ايه الى علامه النقطتين معناها الى زد، فتعالوا نعمل ليست، فيروح مكريت لي ايه الحروف كلها فروم A تو A تو Z. تمام. مثال تاني، مثلا عاوز اكري الدايركتوري اقول له ميك داير سيكشن فروم مثلا 0 تو 8، فنعمل ليست، فنلاقي عمل لي سوري المفروض هنا قلنا من 0 الى نقطتين الى 8، نعمل ليست، فنلاقي عمل لي سيكشن 0 سيكشن 1 سيكشن 2 سيكشن 3، سهل الدنيا. فزي ما نلاحظ ان الريجولار اكسبريشن زي ما هناخد قدام لسه في شابتر، مش فاكر شابتر 17 او 18، يعني طبعا احنا مش هناخد الشابترز اللي في كلها دي، الشابتر في النص هتلاقي حاجات بسيطه، مش الموضوع مش صعب، لما نوصلها باذن الله هنحس ان الدنيا بقت ايه اسهل واحنا بنتعامل مع الكوماند لاين. لكن في الشابتر ده هو بس بيدينا انتروداكشن عن الريجولار اكسبريشن تحت مسمى الوايلد كاردز. تعالوا بقى طولنا احنا في قصه الوايلد كارد، تعال نشوف التوبيك اللي بعديه، بيقول لي working with command، هو مش شويه command بتتعامل مع الكوماند نفسها، شويه command بتعرفني الطيب الانفورميشن عن الكوماند ازاي، الهيلب فين الباينري فايل اللي بعمله اكسكيوجن، دي شويه الكوماند اللي بتتعامل مع الكوماند بتتنفذ على كوماند غيرها او كوماند تانية. بيقول لي ان الاكسكيوتابل بروجرام لكل الفايلز موجود في الباص ده اللي هو يوزر بين، لو فاكرين المره اللي فاتت قلنا ان البين فايل او الباينري فايل هو اللي فيه الامبلمنتيشن بتاعت كل كوماند، ومعظمها مكتوبه بالسي والسي اي بلس بلس. طبعا بيقول لي ان الكوماند بيلت انتو ذا شيل اتسيلف بس سبورت او نمبر اوف كوماند انترنالي كولد شيل بيلت ان، بيقول لي ان الكوماند شيل او الشيل نفسه في كوماند اللي هي خاصه باللينكس بنسخه البوتنج سيستم بتاعتنا زي كوبي وموف موف، لكن في كوماند تانية هي بيلت ان جوه البروجرام نفسه اللي هو الشيل اللي احنا بنستخدمه، تمام، زي سي دي مثلا. واليس كوماند زي اللي هنشوف كمان شويه ممكن انت تغير اسم الكوماند بتاعك. تعال نشوف اول كوماند اللي هو كوماند اللي اسمه طيب، تعال نجرب كوماند اسمه طيب، فاقول له طيب سي دي هيقول لي ده بيلت ان فانكشن. تعال نشوف ايه الكوماند التاني اللي بعديه، تعال بيقول لي كوماند اسمه ويتش، which ls مثلا، بيقول لي الامبلمنتيشن بتاع ال ls او الباينري فايل موجود في الباص ده. هنا برضه في مسحوظ بيقول ان which بتشتغل على الملفات اللي مش على الكوماند اللي مش بلت ان، يعني لو قلت له which cd مش هيطلع لي حاجه، لان cd زي ما قلنا هنا ايه ده بلت ان، ايه بلت ان فانكشن. الكوماند اللي بعديه بيقول لي what، بيقول لي ان ال اس اختصار ليست دايركتوري ايه كونتنت. تعال نشوف مثلا سي بي بيقول لي كوبي فايل اند ايه دايركتوري، فانت حتى عشان لو نسيت الكوماند بيعمل ايه بيقول لك موف او رينيم الفايلز. تعال نشوف الكوماند اللي بعديه. بالنسبه بقى في كوماند خاصه بالدوكيومنتيشن او الهيلب بتاعه الكوماند، فمثلا انا عاوز اعرف كوماند سي دي بيشتغل ازاي، فبقول له هيلب سي دي، فبيطلع لي ديسكريبشن لي
ليه الكوماند اللي اسمه هيلب، اللي اسمه سي دي. برضه عندي كوماند تانية، تعال نعمل كلير. عندي أشهرهم هو مان، أقول له مان سي دي مثلا. طبعا طب جميل جدا، هنا سي دي عشان قلنا بلت ان فانكشن فملهاش مانيوال. فتعال نشوف مان مثلا ال اس، فهنا بيقول لي ان الكوماند ال اس دي الاوبشنز بتاعته، ديسكريبشن ليه وكل اوبشن بيعمل ايه. طب لو حبيت اخرج بدوس كيو، ده كوماند اسمه مان. وعندي برضو انفو، بقول له انفو ال اس، بيطلع لي انفورميشن برضو عن الكوماند. طبعا كل كوماند بيبقى ليه، عشان اخرج برضو هدوس كيو. طبعا كل كوماند ممكن يبقى ليه مانيوال، ممكن ملهوش، زي الفانكشن البلت ان. في ايه كوماند تانية؟ مثلا ممكن تقول ميك داير داش هيل، بس خلي بالكم يعني مثلا تقول ميك داير سالب، هنا لو قلت له هيل اعتقد مش هيشتغل. اه مظبوط، هنا بيقول لي سالب سالب هيل، طلع لي برضو انفورميشن عن الكوماند بتاعتي. فهو اشهرهم هو مان. وعندك بقى تقول زي ما قلنا هنا سالب سالب هيلب او سالب سالب اتش، برضو كلها بتساعدك ان انت تعرف انفورميشن عن الكوماند اللي انت بتدور عليه. طب افرض انت في حاجه انت عاوز تعملها بس مش عارف الكوماند بتاعها، فعندنا بقى كوماند اسمه ابروبوس، ده بيديسبلاي ابروبريت كوماند. يعني مثلا انا مش عارف الكوماند الخاص بالموف، فتعال نعمل كلير لو عاوز اعمل موف لحاجه، واقول له move. بص هنا بقى لما كتبت الكوماند طلع لي ايه، طلع لي كل الكوماند اللي في الديسكريبشن بتاعها كلمة move او remove. كلمة move عموما التيكت اسمه move، طلع لي كل الكوماند اللي فيها كلمة ايه move. فانت بقى تبدأ تدور على الكوماند. طبعا انا محتاج الكوماند اللي بيعمل move اللي هو مين، mmv. نفس القصة لو قلت له ابرو ليست مثلا، فهيطلع لي كل الكوماند اللي في الديسكريبشن بتاعها كلمة ليست. ال اس اهو مثلا بيعمل ليست للدايركتوري ايه كونتنت. في كوماند تاني اسمه وير از مثلا ال اس، ده ما بيطلع لي حاجتين، بيطلع لي احنا خدنا ويتش ال اس بيطلع لي فين الباينري فايل، وير از بيطلع لي فين الباينري فايل وفين المانيوال بتاعك. فالمانيوال بتاع ال اس موجود في الباص ده، يوزر شير مان من واحد. ليه ده؟ عشان لما تيجي تعمل التاسك، عشان لما اقول لك اعمل التاسك بتاعك مانيوال ديسكريبشن، هتروح عامل المانيوال وتحطه في الباص ده. تمام، تعال نشوف اخر كوماند معانا، حاجه اسمها creating your command with alias. بالنسبه بقى تعال نشوف ستم كوماند with a with alias. مثلا لو انت عندك في تاسك انت بتعملها او كوماند انت كتير بتستخدمه، وانت عاوز بدل ما تقعد تكتب الكوماند الطويل مثلا كل شويه تكتبه او بالقرار عاوز تعمل له اختصار، فعندي ممكن تختصره بحاجه اسمها ايه الياس. فمثلا هو في هنا كوماند هو مثلا بيستخدم سي دي يوزر، تعالوا نشوف هنا كوماند احنا ممكن يكون احنا بنستخدمه كتير. مثلا في كوماند انا كتير بستخدمه هو الكوماند ده، انا محتاج اروح للباص ده، فانا طبعا مش هبقى حافظ الباص ده كله، فبدل ما اعمل كده ممكن اروح اعمل ايه، اقول له هنا الياس واقول له مثلا اسميه ماي، واقول له ايكوال واحطه بين سنجل كوتيشن. بس طبعا الكوماند اكتب الكوماند اللي انا هنفذه كله اللي هو سي دي، كل مره انا بحتاج انفذ الكوماند ده. فاول ما اجي اكتب هنا ماي ايه اللي هيحصل؟ هينفذ الكوماند اللي هو سي دي CD الباص اللي انا كاتبه. برضه تعالوا نشوف اللي الكتاب كاتبه، الاكزامبل اللي الكتاب كاتبه. كاتب اعمل الياس وكاتب كو ايكوال سنجل كوتيشن، وكاتب هنا الكوماند اللي هو CD بيروح للباص اللي اسمه يوزر،
السيمي كولون هنا خلي بالكو في اللينكس معناه زي ما هنشوف في السكشن الجاي، السيمي كولون والان ليهم معاني هنا. طبعا لو انتوا فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم عاوز تعمل تران البرنامج في الباك جراوند الجي اديت عشان تعرف تستخدم الجي اديت مع التيرمينال، كنا بنحط علامه الاند في الاخر، فدي بتخليك تشغل البرنامج في الباك جراوند. طب السيمي كولون هنا معناه ايه؟ السيمي كولون معناه ان انت تقدر تنفذ اكتر من كوماند مع بعض. فانا اقول عاوز اعمل سي دي يوزر، وبعد ما تخش على سي دي يوزر اعمل ليست، وبعد ما تخش على سي دي يوزر اعمل سي دي وارجع للهوم تاني. تمام؟ فانا اول ما اكتب فوق هيروح عامل ايه؟ عامل ليست للملفات، هيروح للسي دي ويعمل ليست لكل الملفات اللي فيه، وبعدين يرجع تاني سي دي تروح عامله ايه؟ راجعه تاني لمين؟ للهوم ايه؟ للهوم دايركتور. طيب عشان تمسح الالياس اللي انت عاملها دي تمسحها ازاي؟ دي كوماند ان الياس. كوماند ان ايه؟ ان الياس. فتعالوا نفس فوق وقول له هنا ان الياس. فلو جيت كتبت فوق هيقول لي مفيش كوماند اسمه ايه؟ اسمه فوق. وبكده يبقى احنا خلصنا شابتر 4 وشابتر 5. المرة الجاية هنحاول نخش على 6. بالنسبة لسبعة وثمانية ممكن هنأجلهم ل بعد ما ناخد شابتر 9 و10، لأن بالنسبة شابتر 7 و8 هي شوية تريكس، وشابتر 7 هو بياخد واخد جزء من الباش بروجرامينج، ممكن دي نأجلها لما نيجي ناخد الباش بروجرامينج، أو ممكن نتكلم عليها بسرعة بس بعد ما نخلص، لأن برضه هي سهلة مفيش حاجة. ده بيتكلم عن حاجة اسمها الإيكو والإكسبانشن. الأولوية اللي احنا نخلص اللي هو 9 و10، وبعد 9 و10 نرجع تاني لمين؟ ل7 و8. وبالتوفيق إن شاء الله، وأشوفكوا السكشن القادم.